هو اليوم هذا اللقاء التواصلي بين بالوضوح ثقة الساكنة ديال هذا الإقليم، إقليم العيون، وهذه الجهة إقليم ديال الجهة ديال العيون الساقية الحمراء، الثقة الكاملة في حزب الاستقلال. نتيجة أولا للعمل الذي يقومون به المنتخبين الاستقلاليين، لا في الجهة ولا في البلدية ولا في الجماعات اللي احنا تنترأسها، ولا كذلك في المجالس الإقليمية وفي الغرف المهنية. الثقة كذلك ناتجة عن كون أن حزب الاستقلال له مصداقية، أي أن ما يقدمه من وعود فهو يلتزم بها ويفي بها. ثالثا لأن حزب الاستقلال فهو يطبق سياسة الإنصات، أي الاستماع إلى المواطنين والترافع على المشاكل ديالهم وتقديم الحلول من أجل مواجهتها. لأن حزب الاستقلال كذلك من خلال المعارضة الوطنية الاستقلالية فهو يعمل جاهدا من أجل العمل على تحقيق الكرامة لكل المواطنات والمواطنين، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تقليص الفوارق المجالية، من خلال تقوية القدرات ديال المواطنين والمواطنات، من خلال دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة، ومن خلال كذلك العمل على تقوية الآلية التضامن التي من شأنها أن تحسن ظروف عيش كل المواطنات والمواطنين في كل الأقاليم، وخصوصا في الأقاليم الجنوبية التي تستفيد من رعاية سامية لجلالة الملك محمد السادس من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي انطلق وتم تطبيق فيه أكثر من 70%، بل أكثر من ذلك، والذي تم وضعه بكيفية تشاركية انطلاقا من مطالب الساكنة في هذه الأقاليم، وتمت استجابة لهذه المطالب من طرف جلالة الملك، والذي كذلك تساهم الجهة من خلال المخطط الجهوي التنموي لاستكمال ما ينبغي استكماله حتى يعود بالنفع لكل الساكنة، وحتى يكون هنالك إنصافا في توزيع الثروات، وحتى يكون كذلك إنصافا في استعمال هذه المواد وهذه الإمكانيات لصالح الساكنة في هذه الأقاليم. هذا حدث تاريخي الحمد لله بالحضور المكثف، عشرات الآلاف ديال المواطنات والمواطنين من العيون من طرفية، وهو في نفس الوقت لقاء للجنة المركزية لحزب الاستقلال التي لأول مرة ينعقد خارج عاصمة الرباط، ونعقده اليوم بكل دلالته في عاصمة الصحراء المغربية. وفي هذا اللقاء كانت مناسبة في نفس الوقت للتطرق إلى إحدى القضايا المصيرية لبلادنا وهو إصلاح التعليم، وفي نفس الوقت عقد هذا اللقاء الجماهيري للتأكيد كذلك على أنه القضية الوطنية الأولى هي دائما في أول أولويات حزب الاستقلال،
وهذا الحضور المكثف يثلج الصدر ويزيدنا قوة ومعنوية ويزيدنا حماس إن شاء الله في المحطات المقبلة لجعل حزب الاستقلال يلعب الدور المنوط به إن شاء الله. وشكرا. صراحة يعجز اللسان عن التعبير في هذا العرس التاريخي الذي سيبقى في الذاكرة ساكنة مدينة العيون. يوم صراحة ساكنة قد لبت الدعوة كلها لهذا الحدث التاريخي من جميع شرائحها وجميع مناضليها والمتعاطفين معها وجميع ساكنة مدينة العيون. اليوم تشارك في هذا التجمع الجماهيري الذي إن كان يدل على شيء فإنما يدل على العمل الجاد والفعال والقيادة الرشيدة لحزب الاستقلال في تسييرها وفي حكامتها وحسن تدبيرها في المدينة. وكذلك نحيي بحرارة بجميع اللغات نحيي بحرارة العنصر النسوي على تواجده الكبير في هذا العرس ودلالة وعيه في المجال السياسي وانخراطه الجاد في حزب الاستقلال. هذا حدث تاريخي في الفعل، لأنه حزب الاستقلال عنده مكانته في العيون وفي الأقاليم الجنوبية كلها، وهي المكانة ما عمرهاش إن شاء الله الزول، بالعكس بل هي تزيد إن شاء الله في كثافة المواطنين والسكان، لأنهم كيشوفوا وكيراعوا المصلحة ديالهم فاش واسم الحزب اللي غادي يتواجدوا معاه ويناضلوا معاه. هاي الساكنة إن شاء الله نقول عن حزب الاستقلال كي وعدها وعد صارم من أجل الدفع إلى الآفاق إن شاء الله. بالنسبة إلى كان الحزب ما نتكلموش على شي حاجة اللي هي ما كاينة دابا، ولكن إن شاء الله مسبقا إلى كان هذا الحزب في الحكومة غادي يعمل مجهودات إن شاء الله جبارة وصارمة إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا للشيوخ، للنساء، للشباب، لكل شرائح المجتمع على حضورهم اليوم المكثف.